بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقبل أن نبدأ عند ما انتهينا عنده في الدرس السابق، أحب أن أبشركم بأن الله قد جمعنا بجمعكم هذا بنصه وفصه، وجمعنا مع الغزوة في الأحزاب ومع الغزوة في بني قريظة، ورأينا أبطالها والحمد لله كما قلنا، وأتم الله نقصنا فيما أردنا الاختصار والاقتصار فيه، وشهدنا من أبطال المعركة الذي ذكرناهم ما أنقصناه من تاريخهم في المعركة. والحمد لله بجمعكم هذا وبسؤال أخي هذا إبراهيم راشد بعد حلقة الأمس أن يقول لي: كنا نحب أن تحدثنا حديث حذيفة بن اليمان كاملا، فشاء الله أن نرى هذا المشهد، ولكني رأيت المسجد أوسع مما نحن فيه، ورأيت شهود الجلسة أكثر مما نحن فيه، فقلت لعل الذين أراهم ولم يكونوا معنا أمس ربما كانوا يحبون أن يحضروا ولكن لم يعلموا، فلم يحرمهم الله شهود هذه المعركة. أما الأشياء التي أكمل الله نقصنا فيها وتممها فهي موقف سيدنا حذيفة ابن اليمان. وأنا قلت بالأمس إن رسول الله لما طال عليه أمر معرفة ما هم فيه بعد حديث نعيم بن مسعود أراد أن يستخبر الحال، فقال: هل فيكم أحد يذهب إلى هناك ليعلمنا ما يكون؟ فلم يقم إليه أحد، مع أنه قال: حتى يكون رفيقي في الجنة، وتلك جائزة كبيرة، ومع ذلك لم يقم أحد. وقلنا إن السبب أن القوم كانوا في حال من الجوع ومن الجهد ومن الخوف ما جعلهم يتخاذلون في أن يقوم أحد، لأنه لم يأنس من نفسه قوة أن يقوم وأن يذهب ليأتي بالخبر. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا حذيفة، فلما ناداه هكذا قام إليه حذيفة فأخبره رسول الله بما يريد. فذهب حذيفة وتسلل في ظلام الليل حتى دخل في وسط رجال الأحزاب، وإذا بأبي سفيان يأتي مغضبا عاجلا، فقال للقوم ليعرف كل واحد منكم من جليسه، فخاف أن يتنبه إليه أحد ليسأله، فتعجل هو فسأل وقال لمن على يمينه: من أنت؟ فقال: معاوية بن أبي سفيان. فقال لشماله: من أنت؟ فقال: عمرو بن العاص. فاطمأن إلى أن أحدا لن يسأله. فلما جاء أبو سفيان أخبر القوم بأن الدار ليست مقاما لنا، وأن الخف والحافر قد هلك،
وأنه لا بد أن نعود فورا بعدما سمع القصة. ثم ركب راحلته قبل أن يفك عقالها، مع أنها معقولة وركبها قبل أن يفك العقال، مما يدل على أنه كان معجلا. قال حذيفة رضي الله عنه: فهممت أن أقتله، فأخرجت قوسي ووترتها، يعني ركب الوتر، وجعلت السهم في كبدها، ولكني قبل أن أقتله تذكرت قول الرسول: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فلم أشأ أن أقتله. فلما ذهبت إلى رسول الله وجدته صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما أحس به فرج بين رجليه، فلما فرج بين رجليه كان الجو بردا وشديدا، فدخلت بين رجليه، فلما رآني دخلت بين رجليه نثر علي مرطة اللباس اللي هو حتى يدفئني، فلما سلم قال لي: ما خطبه؟ فحكيت له القصة وقلت له ما قلت. ذلك هو تمام قصة حذيفة. أما تمام قصة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه فقد أكملها بما يأتي، فقال: لقد ضربني يوم الأحزاب حيان بن قيس ابن العرفة وقال لي: خذها، يعني الطعنة، وأنا ابن العرفة. قال: فقلت: عرف الله وجهك في النار. فلما أصابني في أكحلي، والأكحل هو العرق اللي احنا بنضرب فيه الحقنة أو نعمل منه الفصد والحجامة، فلما ضربني قلت: اللهم إن كنت تعلم أن هذا آخر أمرنا مع قريش ولم يعد بيننا حرب يؤكيدنا، فاجعل هذه شهادة لي، ولكن لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وقد كان، فإن أمر بني قريظة حينما تم وقتل حيي بن أخطب وقتل المقاتلون وسبيت الأنسال والذراري وأخذت الأموال، ثار الجرح على سيدنا سعد، فلما انفجر مات به. فجاءت الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعه في خيمته بالمسجد، فقالوا له: يا محمد، من هذا الذي مات وقد اهتز له عرش الرحمن؟ فقال: إنه ابن معاذ. ذلك ما كان من شأن هؤلاء. وكأني أنظر المعركة والحمد لله، والحمد لله أنتم جميعا بهذه الأشكال والصور معي. فإذا به أرى شبحا كالشيطان يمسك سيفا، فتخيلته من يكون، ولكن ما دام في صورة الشيطان لابد أن يكون فارس الأعداء وبشكل ضخم، فقلت: إنه كما قلنا أمس عمرو بن ود، فارس قريش الذي يعدونه بألف فارس. فإذا به كما ذكرنا يقول: هل من مبارز؟ فلا يرد عليه أحد. قال علي: أنا أفاعله يا رسول الله؟ قال: إنه عمرو، اجلس. فنادى ثانيا وقال: هكذا. قال: أين جنتكم التي وعدتم بها من قتل في سبيل الله كما تقولون؟ فقال علي لرسول الله: أنا أفاعله. فقال: إنه عمرو، اجلس. فجلس. فلما رأى ذلك قال في الثالثة: ولقد بححت من النداء بجمعكم، أين المبارز؟
يعني صوته مبح من كثرة ايه ما يقول اين المبارز. ووقفت ازدبن المشجع وقفة البطل المناجز، ان السماحة والشجاعة للفتى خير الغرائز. فاذا بي ارى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وقد انتفض وقال انا له يا رسول الله، وقال واشار اليه وقال لو لا تعجلن، ما تتعجلش وتقول اين المبارز يعني، فقد اتاك جواب صوتك من قوي غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصدق ينجي كل فائز. إني لأرجو أن ألقيك الصناعة في الجنائز من ضربة نجلاء يعني نافذة يبقى ذكرها عند الهزاهز، والهزاهز هي الحروب، تلك هي الضربة. فلما جاء عمرو بن ود وأصاب ضرقة علي أخذ علي سيفه ذا الفقال وهو سيف رسول الله فضربه على عاتقه فخر صريعا مجندلا. فلما خر كما قلنا صريعا مجندلا قال علي الله أكبر، فسمعها رسول الله فقال قتل والله. فلما هدأ غبار المعركة ذهب عمر، فلما ذهب عمر تبين أن الرجل قد قتل، وأن عليا كرم الله وجهه يمسح سيفه بدرع عمرو بن إيه، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله قتل والله. ثم قال ألا سلبت درعه، ده هذا لم نقوله أمس، ألا سلبت درعه فإنه أفخر درع في العرب. فقال والله لقد بانت سوءته فخشيت أن أصنع ذلك. ثم أنشد علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وأشار إلى عمرو، نصر الحجارة يعني الأوسان، كان في صف مين؟ في صف قريش الأوسان، منات واللات والإيه، نصر الحجارة من سفاهة، ونصرت رب محمد بصوابي وقتلته وتركته متجندلا كالجذع، يعني زي جذع النخلة ما يبقى مرمي كده بين دكادك يعني رمل وروابي، وعففت عن أسوابه يعني ما رضيتش أسلبه الله، وعففت عن أسوابه، ولو أنني كنت المقنطر نال من أسوابه. هذا ما أردنا أن نبشركم به، ونحمد الله لي ونحمد الله لكم. الحمد لله، نعم الحمد لله. وأيضا رأيت سيدنا سعد بن معاذ يقول لي إن الذي ضربني في أكحلي ليس ابن النضر، أنا قلت ابن النضر، إنما هو حيان بن قيس ابن عرفة. نعم نعم.